أولا الهدوء. لحظة. جلسة مشتعلة للبرلمان الليبي تم تعليقها حتى الأسبوع المقبل، شهدت مشادات وجدالا للمطالبة بالقضاء على المجموعات المسلحة لإجراء انتخابات في البلاد. الجلسة انطلقت ظهر أمس ولم تكمل مدتها الساعة لاستعراض مقترحات لجنة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وموعد إجراء الانتخابات في البلاد. وبهذا الصدد كشف مجلس النواب عن المسارات الأربعة لخريطة الطريق الجديدة، إذ قال رئيس لجنة خارطة الطريق بالمجلس النائب نصر الدين مهنا إن اللجنة متفائلة بتحقيق اختراق في المسارات الأربعة التي تعمل عليها حاليا، وهي الدستور والسلطة التنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن، وذلك بهدف إنجاز الانتخابات. مهنا أكد أن اللجنة التقت مع هيئة صياغة الدستور في طرابلس ومع معارضين مسودة الصادرة عن تلك الهيئة في بنغازي، ووصلت إلى قناعة بأنه لم يعد من الممكن النظر إلى هذه المسودة، ولذا ستقدم خلال الجلسة المقبلة مقترحات عدة بخصوص صياغة دستور جديد للبلاد. وحول وضع السلطة التنفيذية قال مهنا إن مسألة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة متروكة للمجلس ككل ليقدم جميع النواب مقترحاتهم في ذلك السياق. وشدد النائب على أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لكن القدرة على تنظيمها تدل على صحة الدولة، مردفاً أن مجلس النواب نجح في توفير القاعدة التشريعية للاستحقاق، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تتمكن من إنجازها بسبب حالة القوة القاهرة. من جانبه طالب رئيس المجلس المستشار عقيل صالح لجنة خارطة الطريق بإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات وتحديد موعد حتمي لتنظيمها مجددا وتنفيذ خريطة طريق لحين هذا الموعد. إضافة إلى ذلك دعا رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب طلال المهيوب إلى التركيز على المسار التنفيذي فيما يتعلق بإعادة تشكيل الحكومة، منتقدا أداء السلطة الحالية ومبينا أن توقف صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني لمدة 4 أشهر غير مقبول، وأنه لا يمكن أن تنجح خارطة الطريق الجديدة دون تغيير الحكومة، ويجب أن يتخذ مجلس النواب قرارا حاسما في هذا الإطار. في حين شدد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي مفتاح كويدير على ضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وذلك بالتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وطالب بحل الإشكاليات التي تحدثت عنها المفوضية والتي حالت دون إنجاز هذا الاستحقاق. سجال طويل بين أعضاء النواب، فالبعض ينادي بتغيير الحكومة وآخرون يرون أن بقاءها ضروري لإنجاح خارطة الطريق. هل ستحسم الجلسة المقبلة الجدال وتخرج بقرارات ترضي الشعب الذي أرهقه الانتظار؟ فهذه كل الليبيين